السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم متابعيني. قصتنا اليوم عن شخص اسمه هاري هويت، دخل في غيبوبة ولما صحي حكى قصة أغرب من الخيال. بس قبل ما نبدأ بالقصة، لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل ما نجيبوا الانترو لايك وشير وسبسكرايب وتفاعل معنا عشان يطلع المحتوى لأكثر عدد ممكن. هاتوا الانترو. في شخص عمره 30 سنة عمل حادث على الطريق وانقلبت سيارته وكانت حالته خطيرة، فدخلوه بالعناية المركزة وكان في جروح كثيرة في جسمه وكان الأمل ضعيف جدا يضل على قيد الحياة، وما توقع الأطباء أنه يعيش، لكن هاري اتمسك بالحياة وصحي من الغيبوبة، وبعد أيام قليلة بدأ جسمه يتعافى وصار يحكي أشياء غريبة صعب الواحد يصدقها. ومن ضمن كلامه صار يقول إنه مات في فترة الغيبوبة، وقال إنه روحه طلعت من جسمه، وفجأة لقى نفسه على حفة وادي واسع وعميق بتطلع منه حمم ونيران، وبداخل هذا الوادي عدد لا يحصى من الناس من مختلف الأعمار والأجناس، وكلهم بيصرخوا بيبكوا بيتوسلوا دون ما حد يلتفت إلهم. وحوالين هذا الوادي زبانية من شياطين الجن وشكلهم ضخم ومرعب، وظيفتهم يعذبوا هدول الناس وما بيوقفوا ولا بملوا. وكان هاري واقف يراقب هذه المناظر، كان خايف كتير، وفجأة أجوا أربعة عنده من الزبانية، كل واحد منهم حامل سلسلة طويلة وغليظة، فصار بده يهرب منهم لكن ما قدر يتحرك. ولما وصلوا عنده صرخوا في وجهه صرخة عالية ارتج على أثرها الوادي باللي فيه، وصاروا يرموا سلاسلهم الضخمة على أطراف جسمه، ولما مسكوه صاروا يسحبوا فيه ورموه في الوادي اللي كله حمم ونار. وفي هذه اللحظة أدرك هاري إنه مات، وكل أحداث حياته مرت قدام عينه كأنها شريط سينمائي، وحياته كانت كلها ذنوب وأثام. وقتها أيقن إنه من أهل الجحيم وصار يصرخ ويولول على حاله من غير ما حد يهتم له. وفي هذا الوادي الرهيب صار الكل يصرخ ويتوسل ويولول. الزبانية وهم ماسكين صاحبنا هاري داخل الوادي وصلوا لحفرة بتطلع منها ألسنة من اللهب زي الأفاعي كأنها فوهت بركان صغيرة، فأدرك هاري بسرعة إنها حفرته، فالزبانية راحوا دفعوه داخل الحفرة وصاروا يعذبوا فيه أشد العذاب، وكل ما ينهار جسمه من شدة الحرق بيكسوه جلد جديد وبيستمر العذاب. وهاري ما بيعرف المدة اللي دخل فيها جوات الحفرة، حس انه دخل في هذه الحفرة عمره كله وانه عذابه ما راح ينتهي ابدا. لكن فجأة ظهرت ايد بيضة مجهولة ومسكته من رقبته وسحبته من داخل الحفرة وطارت فيه بعيد. وكان اخر شيء بيتذكره هاري هو منظر هدول الزبانية وهم بيطيروا بيلحقوا فيه الزبانية عشان يمسكوه ويرجعوه مرة تانية للجحيم، وكانوا فعلا بدهم يمسكوه، ومن شدة الرعب سكر عينيه، ولما فتح عينيه لقى حاله في المستشفى متمدد على السرير في غرفة الانعاش. قصة هاري كانت غريبة وعشان هيك ما حد صدقها، والكل ظن انه الحادث أثر على مخه فصار هلوس. لكن غرابة القصة ما انتهت، فبعد فترة اتحسنت حالته الصحية وطلع من المستشفى ورجع لبيته بده يحاول ينسى اللي صار معه. لكن بعد حوالي اسبوع من خروجه من المستشفى جيران هاري اتصلوا في الشرطة بيشكوا من صوت الموسيقى العالية اللي بيطلع من منزله. الشرطة اجت على المنزل وصارت تخبط على الباب، وفتح هاري الباب وكان وجهه شاحب ومتوتر وخايف، وصاروا يسألوه شو سبب الموسيقى العالية اللي صارت تزعج الجيران. قالهم انه زبانية الجحيم اجوا بدهم ياخذوه معهم، والوسيلة الوحيدة عشان يخوفهم انه يشغل الموسيقى بصوت عالي عشان يبعدوا عن المكان. طبعا الشرطة ما صدقوا كلامه وحكولوا شو هذه الخرافات، وظنوا انه بيعاني من مرض نفسي واصروا عليه عشان يخفض صوت الموسيقى العالية عشان ما يزعج الجيران، وهددوه انه المرة الثانية راح يقبض عليه. لكن بعد ساعات اتصلوا الجيران في الشرطة كمان مرة بيشكوا من صوت الموسيقى العالي اللي طالع من منزل هاري، ورجعت الشرطة كمان مرة على بيت هاري وصاروا يخبطوا على الباب بقوة وما حد رد عليهم، فاضطروا لكسر الباب وكسروا واقتحموا المنزل. وكانت الصدمة ولقوا هاري في داخل البيت جثة هامدة والحروق مالية جسمه، وكان جسمه كتلة سودة مشوهة من الحروق، وعلى الحيطة من خلفه كانت في عبارة مكتوبة بالدم: أنا في الجحيم رجاء ساعدوني. صورة جثة هاري المحروقة انتشرت في المجلات والصحف، وهذه الصورة هي الدليل الوحيد على صحة هذه القصة، مع إن شخص مش فاهم كيف مات هاري وراح على الجحيم ورجع مرة تانية وليش
لحقوه بعد ما طلع عشان يرجعوه. في ناس ما صدقت هذه القصة، وفي كتير صدقوها واعتبروها لمحة بسيطة للبشر عشان يعرفوا شو بينتظرهم بالعالم الآخر، عشان الكل يتعظ من هذه القصة. وفي كتير قصص بتشبه هذه القصة منتشر على النت بشكل رهيب، أبطالها ناس من جنسيات وأديان وثقافات مختلفة، وزعموا إنهم ماتوا وأرواحهم طلعت للعالم الآخر وشافوا الجنة والنار. وهذه القصص بتندرج تحت مسمى تجارب الاقتراب من الموت. وفي قصة تانية شبيهة من قصة هاري. في يوم من عام 1981 كانت الألمانية فورنيكا عمرها 22 سنة بالسوق سيارتها راجعة لبيت جدتها، وكانت في حفلة لأحد أصدقائها، وهي في الطريق كانت حالة الجو سيئة، صواعق ورعد ومطر، وللأسف في صاعقة ضربت سيارة فورنيكا. فورنيكا وصفت اللي صار معها وقالت إزاز السيارة بشع نور أبيض ساطع، وإجاها إحساس قوي إنها ماتت في هذه اللحظة، ولكن من شدة الدهشة روحها ما طلعت من السيارة، اتثبتت في مكانها وهي ماسكة ستيرن السيارة اللي هو محرك القيادة بإيدها المحروقة، وفجأة انطلقت السيارة لحالها وراحت داخل نفق مظلم بيشبه مجرى نهر عميق. ووقفت السيارة عند بوابة ضخمة مكتوب عليها أهلا بكم في الجحيم. عند البوابة ظهرت كائنات مخيفة، فأخذت فورنيكا معها لغرفة بتشبه غرفة الانتظار، وهناك شافت فورنيكا ناس كتير بيبكوا بيتوسلوا، وكانت الكائنات المخيفة بتاخدهم لمعبر زي الجسر بوصل لغرفة كبيرة من النار كأنها فوهت بركان، وكان في بحيرة بتم إلقاء الناس فيها، وكانت الناس بتصرخ وبتستغيث، والغريب كل واحد مشغول بنفسه وما بيلتفت للي حواليه حتى لو كانوا أهله أو أولاده، والهواء كان تقيل وريحته كريهة، وكان في أفاعة وثعابين مخيفة وفي كهوف حمراء، وفي حدا بيدفع الناس في داخل هذه الكهوف، وعلى باب كل كهف بيقف واحد من الكائنات المخيفة وماسك رمح طويل وبطعن فيه كل واحد بحاول يهرب، والطعنة منها بتسبب آلام يحجز اللسان عن وصفها. فورنيكا ما ضلت في الجحيم كتير، سرعان ما رجعت بقدرة قادر تسوق سيارتها، لكن هي مقتنعة اللي شافته مش حلم، فأثار الحروق كانت تغطي جسمها ومعظم أجزاء البلاستيكية في السيارة دابت. قصة فورنيكا مش هي الوحيدة ولا النادرة في عالم الاقتراب من الموت، فكتير من الناس زعموا أنهم زاروا الجحيم، لكن تجربة البروفيسور الأمريكي هوارد ستون مختلفة شوية. هو ما وصل للجحيم لكن كان في الطريق للجحيم، لكن تعتبر تجربته من أشهر تجارب الاقتراب من الموت، وانتشرت تجربته إعلاميا وكان ضيف في العديد من البرامج التلفزيونية. بدت قصته عام 1988، كان بيشتغل أستاذ للفنون في جامعة كنتاكي الشمالية. هذا الشخص كان ملحد لحد النخاع ومعروف عنه شخص عصبي وخشن في معاملته مع الناس. وفي شهر يونيو عام 1988 سافر البروفيسور مع مجموعة من طلابه في رحلة ميدانية إلى فرنسا وكانت معاه زوجته. خلال هذه الرحلة في أثناء تجوله في باريس وقع البروفيسور فجأة وأغمى عليه، وبسرعة نقلوه على المستشفى، وهناك شخصوا حالته ولقوا عنده ثقب في الـ12 بتكون نتيجة قرحة، وكان لازم يعمل عملية جراحية فورية، لكن لسوء حظه دخل المستشفى في يوم عطلة وما كان في كادر طبي عشان يعمل هذه العملية. وبنفس الوقت كان البروفيسور يعاني من ألام لدرجة أنه صار يتمنى الموت وأيقن أنه خلاص راح يموت، فودع زوجته وغمض عينيه وغاب عن الدنيا. وبيقول البروفيسور أنه فتح عينيه ولقى حاله واقف في غرفته في المستشفى وكل الألام اللي بقت فيه راحت ورجع لنشاطه وحيويته، لكن هو لسه نايم على السرير وشايف زوجته بتبكي وحاول يهديها، فصار يحكي معها لكن ما كانت تسمعه، وكان واضح انها ما بتقدر تشوفه، فكان متحير مش عارف ايش يعمل. فجأة سمع صوت بينادي عليه فقام من على السرير واتبع هذا الصوت، طلع برا الغرفة وشاف بعض الاشخاص ما بيعرفهم بينتظروا فيه، وكانوا بيلبسوا ملابس سوداء ووجوههم شاحبة جدا ونظراتهم مش مريحة، وصاروا يلحوا عليه عشان يجي معه وصاروا يدفعوا فيه بقوة عشان يمشي معهم. فسألهم مين انتو؟ فحكوا له اجينا عشان ناخدك، وانهم بينتظروه من زمان. واثناء ما بيحكي معهم صار شكلهم مخيف ومرعب وصاروا يهاجموه بوحشيه عشان ياخذوه معهم، فصاروا يضربوه ويعضوه ويخربجوا جسمه باظافرهم وصاروا يعملوا فيه اشياء تانية ما قدر يحكيها. وفي هذه اللحظه سمع صوت من داخله بيدعي لذكر الله، فصار ردد اسم الله، وصارت هذه الكائنات المرعبه مجنونه وبتصرخ وبتوجه شتائم دنيئه جدا للبروفيسور، وظل يردد اسم الله لحد ما اختفت وظل البروفيسور وحيد في الظلام. وبعد هيك ضمض عينيه فتحها لقى حاله متمدد على سرير في المستشفى، والممرضة تحكي له انه الاطباء وصلوا عشان يعملوا العملية فورا. عمليته نجحت، وبعد ما طلع من المستشفى رجع للولايات المتحدة الامريكية وترك للحاد، وصار من اشد المؤمنين بوجود الجنة والنار. بغض النظر عن حقيقة هذه التجارب لكنها لقت اقبال كتير من الناس، والكتب المؤلفة عنها كانت تصدر قائمة المبيعات حتى في الدول المتقدمة، لانه اغلب الناس كانت متعطشة
عشان يعرفوا شو بده يصير بعد الموت. يمكن هذه المعرفة تساعدهم شوية عشان يتغلبوا على خوفهم من الموت. وبعض الدراسات والأبحاث قالت إنه هذه التجارب اللي بمروا فيها مجرد هلوسة ذهنية ناتجة عن احتضار الدماغ، فبالتالي بتتعطل وظائف الجسم واحدة واحدة، واللي بأدي إلى اضطراب الذهن والتفكير والخيال. وفي النهاية أصدقائي، ما حدا بيعرف إيش بينتظرنا في العالم الآخر، فكل اللي بقدر أحكيه إنه مصيري ومصيركم بعد الموت هو شأن من شؤون الله وحده، لكن إحنا بنآمل بإنه الله في غاية الرحمة والكرم والعطف والمحبة والجمال، وأي جحيم بنعيشه بنكون تحت رحمة ربنا. وعندي إيمان بإنه الله أرحم الراحمين، مش رح يرمينا في الجحيم مرتين وبس والله. وهيك بتنتهي قصتنا لليوم. وإذا عجبك هذا المحتوى لا تنسى تعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.